أخواتي، مرحبا بكم في تطبيق عملي جديد. وقع الاختيار اليوم على الذهب، قمت بشراء الذهب الآن. نحن اليوم 20 نوفمبر 2024، وهذه الصفقة أخذتها من طلبتي، هم اللي ذكروني فيها. احنا تحدثنا فيها في قناة التحليلات اليومية، ولكن يعني وجدت رسالتهم عن هذه الصفقة في المجموعة ودخلتها. يعني دخلت بعض الشيء متأخر، ولكن يعني بضع بيبسات متأخر، ولكن لا مشكلة في ذلك. إذا كانت الصفقة جيدة لا بأس أن تتأخر لي بيبسين أو 3 بيبسات أو حتى 4 بيبسات، لا مشكلة في ذلك. طيب الآن هذا الدخول راح يكون دخول لتكملة بنية هذه الموجة، فقط لتكملة بنية هذه الموجة. هذه الموجة هي على شكل W X Y ربما X Z. إذا هدفي كسرعتي القمة فقط. لماذا دخلت؟ لأنه لاحظت أن هناك مرحلة انتقالية في هذه المنطقة، لاحظت أن هذه الموجة متذبذبة، ولاحظت أن هذه الموجة قد يكون هذا هو النموذج التصحيحي expanding، وقلت أوكي سأشتري الذهب لكسر هذه القمة، لأننا في اتجاه صاعد على فريم 15 دقيقة، وهي الآن تحقق تقريبا 66 دولار. هذه الصفقة إن شاء الله يعني ساعتين 3 ساعات تكون اكتملت إن شاء الله. إذا خلينا ننزل على فريم 5 دقائق ونحط يعني أهدافنا ووقف خسارتنا. إذا هدفي قمة، وقف خسارتي أسفل هذه المرحلة الانتقالية. جميل جدا. إذا إذا خسرت سأخسر 1500 دولار، وإذا ربحت سأربح 2291 دولار. صفقة سريعة إن شاء الله، أتمنى أن لا تأخذ وقت كثير. اعتمدنا على تحليل موجي وعلى تكملة بنية موجة معينة، فقط تكملة بنية هذه الموجة. هذه الموجة واضحة أنها على شكل W X Y، ونحن الآن في الإكس ونبحث عن الزد. واضحة. قلنا أوكي، بدنا من مرحلة انتقالية، وعندما أحصل على المرحلة الانتقالية يمكن البحث عن الصورة. ظهر المشترون هنا ودخلت مع المشترين. خلينا نشوف عن ماذا ستسفر هذه الصفقة وأعود إليكم. إذا لاحظوا إخواني أخواتي قوة التحليل الموجي والبرايس أكشن مرة أخرى. إذا الصفقة تحقق تقريبا 1600 دولار، أتوقع أني سأكتفي بهذا القدر الآن. 1600 دولار يعني صفقة ممتازة. لاحظوا إحنا الآن في هذه المنطقة اللي هي منطقة هذا البائع القوي، بائع قوي، وبالتالي لا أريد أن أغامر بصفقتي لأن هناك بائع قوي موجود في هذه المنطقة. لذلك سأخرج من هذه الصفقة بربح تقريبا 1700 دولار ربح. 1700 دولار ربح سأخرج الآن، خلاص 1600 دولار ربح من هذه الصفقة، لأنه إحنا في منطقة البائع. هناك بائع في هذه المنطقة، هناك مرحلة انتقالية في هذه المنطقة، وقد يصعد السعر يضرب الهدف، لكن لا أريد أن أغامر بهذه الصفقة. صفقة ممتازة، لاحظوا بسرعة حققنا الربح المرجو. مرة أخرى تحليل موجي وبرايس أكشن يثبتان قوتهما. 1600 دولار من الذهب ربح في تقريبا 45 50 55 60 65 يعني ساعة وعشرين دقيقة، ساعة وعشر دقائق تقريبا. صفقة كانت ممتازة، كانت صفقة داي تريدين، لم تكن صفقة على المدى الطويل، دخول خروج بسرعة. كما قلت خرجت من هذه الصفقة من هذه المنطقة، لأنه يعني عندما وضعت الهدف لم أركز على هذه المنطقة، ولكن هذه المنطقة صعبة صعبة وسيكون فيها مشاكل، قد يتجاوزها السعر، ولكن أنا المناطق التي تكون فيها مشاكل أفضل أن أخرج إذا كنت رابح. هذا ما يهمني الربح، خرجت بربح. قد يبدأ تصحيح آخر هنا كذلك، لأن هذه الموجة هي على شكل WXY مع زيادة في المومنتوم. قد يبدأ ذلك التصحيح هنا المساوي ثم يصعد. لا أريد أن أبقى في هذا التصحيح، خلاص تحقيق ربح ممتاز جميل جدا، صفقة رائعة. إذا أردتم احتراف هذه الطريقة التي أشارك معكم يوميا استراتيجيات مختلفة يوميا أشاركها معكم، ما عليكم إخواني أخواتي إلا الانضمام إلى دوراتنا التدريبية وإلى عروضنا القوية التي لن تجدوا أفضل منها الاحتراف تداولي المنطق. وهذا هو العرض الذي نوفره لكم إخواني أخواتي.
عرض يحتوي على عدة عناصر، من ضمن هذه العناصر فيديوهات مسجلة، التحليلات يومية، ثم ترخيص لكل الاستراتيجيات. رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو أول رابط، وفي صندوق الوصف لهذا الفيديو كذلك أول رابط. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم وأن العلم يعرف كذب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ وسام، معك أخوك مبارك الجعفر. أنا أشهد لك بالله إن ما في أفضل منك بالعالم، بالعالم لا يوجد مثلك، مثيل لك ما في. أنا ما كملت 4 أشهر عندك، ولله الحمد بفضلك من بعد الله ادخل في ارباح بدال لا اكون باستمرار الخسائر. انا كنت في خسائر مستمرة، ودليل على الكلام هذا ارسلت لك مرة فيديو وانت قلت لي وعصبت علي، وكانت عصبيتك لها تأثير بصراحة علي اني اركز بشكل اكبر في المعلومات، والكم المذهل من المعلومات اللي انت اعطيتنا اياها بصراحة في الدورة. وانصح جميع البشر اللي حاب مهنة، مو لعبة التداول، مهنة التداول، انصحهم بالتسجيل معاك انت فقط، لا يروح يدفع عنده حتى لو في محل عنده في البلاد عنده مثلا يدرسون التداول، لا يدرس عندك، يدرس عندك فقط، لأن كمية المعلومات والطريقة السلسة والسهلة والجميلة في توصيل المعلومة للمتداول اللي ناوي يدخل في مهنة التداول جدا حلوة، جدا رائعة. يعني تدخل بإحساس، توصل بإحساس. انت في فيديو من الفيديوهات ذكرت فيها يعني انك انت بالأساس كنت انسان موسيقي، وانا ايضا انسان موسيقي، فاعرف الإحساس هذا شلون يوصل. يعني كأن اوصفها في نغمات، نغمات الأوتار ترن ترن، توصل توصل، تدخل بالفكر، تدخل في الأعماق. إذا كنت حاب مهنة التداول، ولله الحمد قاعد أحقق أرباح بفضلك من بعد الله سبحانه وتعالى، وحاب أشكرك شكرا جزيلا لك يا أستاذي العزيز الغالي. ومهما راح أعبر بوصفك راح يعجز الوصف عنك، لأن أنت بصراحة إنسان مذهل، انت انسان رائع، انت فوق الرائع، اعلى من كلمة رائع. انا معرف اشكرك بصراحة، ودورتك هذه لا تقدر بثمن للامانة. يعني فعلا انت انسان عايش بالمغرب وانا عايش بالكويت، وما في قاعة تجمعنا او نكون يعني هذه القاعة مباشرا، يعني مباشرة نقعد مع بعض ونقدر ناخذ المعلومة وآخذها معاك بالفيديوهات، أفضل من أفضل قاعة عندنا بالكويت. إي والله، الله يجزاك خير ويعطيك الصحة والعافية، وأشكرك الشكر الجزيل، عسى الله يحبب عباده فيك وينولك جميع ما تتمنى من الخيرات والبركات وحسن الأمنيات إن شاء الله. مشكور أستاذي، مشكور مشكور، وأنصح الجميع، أنصحهم أنصحهم من 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 قلب والله العظيم، عند غير وسام لا تأخذون أي دورة، وسام وبس، والباقي خس.